لقد جئنا جميعا في هذا العرس لتكريم الراحلة واكراما واجلالا لاستاذ تعلمنا على يديه في مأدبة اذاعة القرآن الكريم، الاستاذ احمد نجم كبير المذيعين باذاعة القرآن الكريم، الذي تعلمنا على يديه كثيرا وكثيرا. وندعو الله عز وجل ان يجعل ما قرئ من قرآن في ميزان حسنات الراحلة، وان يسكنها الله فسيح جنانه، وان يلهم آلها الصبر والسلوان. ولكن هذه هي الدنيا، عزاء هنا وفرح هناك، وتنقضي الايام ويمضي العمر سريعا، ولكن العاقل في هذه الدنيا من اتخذ منها لاخراه. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد خاطبه ربه بقوله: انك ميت وانهم ميتون. وقال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة دعا من تبقى من ذريته وهي حبيبة قلبه السيدة فاطمة، وقال لها: يا فاطمة ادن مني. فدنت فحدثها في اذنيها وقال لها: يا فاطمة اني سأرحل. فبكت فدعاها مرة ثانية فحدثها في اذنيها وقال لها: يا فاطمة اني سأرحل، وانك اول اهلي لحاقا بي في الجنة. فضحكت. فسئلت بعد وفاة ابيها: لما بكيت في المرة الاولى وضحكت في الثانية؟ قالت: بشرني ابي انه سيرحل فحزنت لفراقه، وبشرني في الثانية انني معه في الجنة ففرحت لمرافقته. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد اخبره ربه بميعاد وفاته، فقال له: يا محمد اذا نزلت عليك هذه السورة فاعلم انك قد اقترب اجلك، وهي اذا جاء نصر الله والفتح. فهذه طبيعة الدنيا، كل من عليها سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله اعلى. والميت حينما يذهب الى قبره يذهب بثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الاهل ويرجع المال ويبقى العمل. انا جليسك في وحدتك، فهنيئا لمن قدم لنفسه، ولا ينفع الانسان الا تقواه. قال ربنا في محكم التنزيل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وصدق من قال: يا ايها الانسان انك ميت، فانظر الى من كان قبلك وانقبر، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعد قصوره سكن الحفر، كم كان يلبث من ثياب فاخر، وتراه في كفن الممات قد اندثر، كم كان يحرك في الحياة ويبتغي، وتراه بعد مماته قد سلب الإرادة وانحصر. أيها الإخوة المؤمنون، لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكني أردت أن أقدم واجب العزاء لأستاذ تعلمنا على يديه كثيرا في مأدبة إذاعة القرآن الكريم،
وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم آلها الصبر والسلوان. القرآن الكريم هو خير زاد، وهو دستور هذه الأمة، من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. هو حبل الله الممدود، وصراطه المستقيم، وظله العميم. هو الذي لا تزيغ به الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وتتعتع فيه له أجران. وصدق من قال: كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم المقيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. نبقى الآن مع علم من أعلام التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة،
ولله ما في السماوات وما في الأرض الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا
يكرمك سيدي. يا رب أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى
أذكوا يا رب. Bandit!
وأنه هو أغنى وأغنى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة غشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى صدق الله العظيم.